We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good afternoon. مساء الخير للجميع. مساء النور. أرحب بكم. أظن بأن ربما علينا الانتظار بعض اللحظات القليلة لينضم إلينا المشاركون الآخرون. معنا سيد مارك ويليامز، سيد غوران ماربي، وما زلنا في انتظار المتحاورين الآخرين. لدينا ممثل عن منتدى حوكمة الإنترنت، كذلك معنا السيدة أنريت أسترهويزن، ولكن ما زلنا في انتظار وزيرة التكنولوجيا والاتصالات من جنوب أفريقيا، السيدة ريناتا أفيلا موجودة معنا، سوف نتحدث معها عن التربية والتعليم، والسيد أنري سيغراب من مالطا، ما زلنا في انتظاره، وهو بروفيسور من أستاذ مشارك في جامعة مالطا وسفير مالطا للشؤون الرقمية، ويبدو أن سيد غوران ماربي قد انضم إلينا بالفعل، وهو يمثل الأيكان. ما زلنا في انتظار سيد ماريو تشيمولي نائب الأمين التنفيذي في لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية لأمور أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. ولننتظر دقيقة للمتحاورين المتبقين كي ينضموا إلينا لنتحدث عن الاقتصاد الرقمي الذي لا يتساوى وصولنا إليه جميعا. في صفوفنا خبراء في مجال الاقتصاد، فأعتقد أن هذه الجوانب الاقتصادية سوف تتصدر في نقاشنا. هنا أونريت، أود الملاحظة بأننا موجودون هنا في كاتوفيتسا، ونحن كنا في انتظاركما، وأنا سعيدة بأنكم المسرح في كاتوفيتسا. فسيدة أونريت أسترهويزن والسيد أندريس شوارب أيضا موجود على المنصة في كاتوفيتسا. ممتاز. السيد أندريس شوارب يمثل دولة مالطا. ولدينا أيضا مشاركة من وزارة الاتصالات من جنوب أفريقيا كانت ستشارك في هذه الجلسة. إن تسمحوا لي السادة فلنبدأ، إلا أن كنا في انتظار أحد آخر، ولكن غوران ماربي معنا، جون فرانك معنا، ومارك ويليامز من البنك الدولي معنا، ريناتا أفيلا قانونية و متخصصة في القانون الدولي معنا، السيد جون فرانك. هو خبير معروف للأمور الاقتصادية. فهذا فريقنا كامل الآن، فأرحب بالجميع السيدات والسادة المشاركين.
أترجم موجودة فسوف أتحدث باللغة الفرنسية. في حالة مشكلة سوف نتولى نحن مهمات الترجمة. أرحب بجميع المشاركين في هذه الجلسة. أثناء الساعة القادمة سوف أتحدث عن حوكمة الإنترنت و المواضيع سوف تغطي هذه المسألة. لدينا خبيران اون سايت المنصة في مدينة كاتوفيتسا، السيدة أونريت أسترهويزن من جنوب أفريقيا، والسيد أندريس سيرب من مالطا، وهو خبير في العلوم الفيزيائية ويمثل جامعة مالطا بصفته أستاذا مشاركا فيها. قبل تعريف المتحدثين الآخرين، أود القول أن سوف نتحدث عن نماذج الحوكمة لتعزيز تنمية الأعمال الشاملة والمتنوعة، هو موضوع النقاش، وما هي العواقب التي نواجهها، كما سنتحدث عن التنمية والوصول إلى التكنولوجيات أمام الجميع، جميع سكان الدول في الجنوب والشمال. الاقتصاد الرقمي هو من عالمنا الحديث. الوسط الذي نعيش فيه وسط عالمي ومعولم ورقمي بالفعل، ومن خلال رقمنة مصادر الإنتاج والموارد البشرية نفهم ذلك. كأننا دخلنا في الثورة الاقتصادية والصناعية الرابعة، نحن دخلناها، وهذا العصر قد أتى وحل، ونحن في وسط هذا العصر الرقمي أو عصر الرقمنة، ونحن معتمدون على الاتصال بالإنترنت في هذا العالم المترابط والمتداخل. نصف فرص العالم في العالم ووظائف سوف تتحول بفضل أو بسبب الإنترنت، ولا نستطيع الهروب من عن ذلك. أيضا جائحة كوفيد 19 أظهرت مدى أهمية الإنترنت بالنسبة لنا. فمن المهم أيضا أن نبحث عن المتعة في العمل عن بعد، لأنه هو سيكون واقعنا مستقبلا. وأود أن أشير إلى أن عالم العمل قد تغير، ويجب أن نجيب على السؤال: ما هي الكفاءات والمقدرات التي سوف نحتاج إليها في شركاتنا بعد 20 أو 30 سنة في القرن الثاني والعشرين والثالث والعشرين؟ هذه التحولات الرقمية سوف تكون جبارة ووسيعة النطاق. ونريد من المشاركين وبعد تعريفه أن يعلق على ذلك، لأن المساواة في الوصول إلى الإنترنت، نحن نعلم أن هذه التغيرات، هذه الثورة الرقمية تتسبب في أن الحكومات سوف تكون هي المسؤولة عن جودة التعليم، لأن التربية والتعليم هي الأداة والوسط الذي من خلاله نمكن الشباب والصغار من الوصول إلى الاقتصاد الرقمي. الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المعرفة والعلم، ولا أقصد الصغار فقط، ولكن أقصد أيضا التأهيل، ليس التأهيل المدرسي أو الجامعي، ولكن تأهيل الموظفين والعاملين لنتذوق في التكنولوجيات الرقمية، لأن أعمالنا سوف
يتحول طبيعه بفضل الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية. هذه المصطلحات مثل الرقمنة قد دخلت قواميسنا العمل عن بعد والأمن السيبراني. هي مصطلحات دخلت في قاموس اللغة الحديثة. نحن نعيش عالما رقميا، ليس فقط بالنسبة نحن الخبراء في الاقتصاد، لكن للجميع. لدينا الخبراء في الاقتصاد والخبراء في القانون والحقوق مثل السيدة، ولكن ونحن نشهد هذا العالم الذي يثور رقميا والمستقبل المستقبل كل شركة سوف تدخل هذه التحولات، وبالشركات مرت بالجائحة بفضل الإنترنت. طبعا نحن واجهنا الأزمة الاقتصادية وأكثر من إغلاق واحد، ولكن بفضل هذه الأزمة أظهر الإنترنت قوته، والاقتصاد الرقمي أظهر قوته. هو لا نستطيع أن نتحدث عن رقمنا بدون تضمين تساوي الوصول إلى الإنترنت والمعرفة. يجب ضمان الوصول إلى الإنترنت للجميع لعدد أكبر من الناس. الحكومات هي المسؤولة عن ذلك. الحكومات هي المسؤولة عن توجيه وإرشادنا في هذا الطريق. شبابنا مدمنون بالإنترنت، لكن أقصد أيضا الباحثين والجامعين والأشخاص الأحرار الذين يجب أن يكونوا لديهم الحق في الوصول للإنترنت. كل أصحاب المصلحة وأطراف المصلحة هذه سوف يتوجب عليهم أن يأتوا بعالم أفضل وأكثر إنصافاً. لنعود إلى رقمنا. أتحدث بإيجاز، ولكن طال حديثي فأقدم الآن خبرائي. فلدينا السيدات والسادة من عالم الاقتصاد على الطاولة. لدينا شخص خبير في الفيزياء وخبراء في القانون الدولي. لدينا لاعبون كبار في مجال الرقمنة. فأعرفكم على المشاركين، وأنا أعرف أن علي أن أبدأ من السيدة أونريت أسترهايزن الموجودة في كاتوفيتسا اون سايت. إن كان بإمكان توجيه الكاميرا على الشخص المتحدث وليس علي أنا، إن كان ذلك ممكنا. ثم لدينا رئيسة مجموعة الاي جي اف، هي موجودة في كاتوفيتسا. المجموعة يبلغ عددها 50 شخصا عضوا من عالم الاقتصاد والاي جي اف والان جي اوز. والسيدة المتحدثة مسؤولة، هي رئيسة المجموعة الاستشارية، وتعمل هذه المجموعة الاستشارية على دور المجتمع المدني وتوصيل المجتمع بالإنترنت. لدينا السيدة ريناتا أفيلا وهي أونلاين، وهي السيدة ريناتا أفيلا هي الرئيسة التنفيذية لمؤسسة المعرفة المفتوحة Open Knowledge Foundation، وهي مهتمة بحقوق الإنسان، حقوق الإنسان الرقمية. هي قانونية ومتخصصة في حقوق الإنسان، وأقصد بذلك شفافة الوصول إلى صناع القرار من أجل الوصول إلى عالم أكثر إنصافا. معنا أيضا السيد غوران ماربي المدير التنفيذي
لمؤسسة ICANN. سيد غوران هل تسمعني؟ سيد غوران أونلاين وليس على المنصة. نعم أنا موجود. أنا آسفة على أنني تحدثت باللغة الفرنسية ولم أحضر العرض التقديمي بالإنجليزية، فأنا آسف على ذلك وغيرت لغة الحديث الآن وانتقلت إلى الإنجليزية، ولكن يمكن الحديث أيضا باللغة الإنجليزية لأن الترجمة متوفرة. اسم دومين هو مهم بالنسبة لنا وأرقام في الإنترنت بسبب الذكاء الاصطناعي. سيد غوران كنت فعالا في خلال 30 سنة في الإنترنت، وكنت رئيسا لوكالة سويدية حول الاتصالات. نرحب بك ترحيبا كبيرا، ونرحب بالسيد جون فرانك وهو نائب رئيس شركة في بروكسل، وتقومون بدعاية لمايكروسوفت، ولكن هي مهمة في حياتنا التقنية وخاصة الحلول التي تتعلق بالعمل عن بعد، وكل ذلك هي أدوات أساسية. ولذلك عندما نتحدث عن الإنترنت فنحن نتكلم عن استخدامه اليومي، لذلك أنا سعيدة بأنك موجود معنا. هناك تأخير بسيط في وصول الصوت ولكن الجميع موجودون. لدينا أربعة متحاورين عن بعد واثنان في على المنصة في كاتوفيتسا، وكذلك لدينا من البنك الدولي محلل السيد مارك ويليامز الذي هو يراقب هذا الفضاء الافتراضي، ولديه تجربة 20 سنة في العمل في إنشاء القوانين والضوابط. كل ما يخص هذه التعليمات والرقابة، إذا سوف ندخل بالموضوع. أتمنى أن لكم قد تحدثت كثيرا، فهذا الحديث هو مهم وخاصة فيما ضم وخاصة هذا التنوع والشمولية في عالم الإنترنت. ولدي أمل أن هدف الرئيسي هو جعل هذا الوصول جعلا ديمقراطيا لكل شعوب العالم، لأن تكون العمل هو ممكن أفضل من غيره. لذلك سأبدأ بإعطاء الصوت أولا بعد تقديم الجميع إلى السيدة ريناتا التي ستتحدث لنا عن قيمة هذه القوانين الرقمية، وبعدها سوف أطلب من المتحدثين الآخرين. لذلك سنتدخل جميعا إذا في الحديث، فالسؤال هو مطروح للجميع. لذلك سأدخل أن الموضوع القوانين هو من أهم الأشياء في هذا المجال، في مجال الوصول إلى الإنترنت. فسؤالي هو الذي أعرضه وأطرحه على الجميع،
كيف نجد اليوم؟ كيف نفعل بحيث أن لا نقصي أحدا، وخاصة في اقتصاديات الدول الناشئة؟ كيف علينا أن نفعل؟ هل هذا ممكن؟ شكرا جزيلا. سأبدأ بشكل مثير. في خلال 20 سنة ركزنا بشكل رئيسي على مقاربة شمولية للوصول، ولكن كان ذلك أفق ومنظور خاص. نسينا فيه أنه علينا استخدام الطاقة الإبداعية الموجودة لدى كل مستخدمي الإنترنت. لذلك في اللحظة الحالية هناك عدة عناصر من عالم الرقمي هي تتركز في أيدي بعض الأشخاص أو بعض الشركات التي تقدم الخدمات للجميع. أي هذا هو موديل مركزي. علينا أن نحاول أن نكسر هذا الموديل حتى يكون أكثر شمولية. لذلك لن يكون هذا الحل حلا نستطيع القيام به من يوم إلى يوم. علينا أن نستثمر لكي نؤمن للجميع وصول عادل يستطيع فيه كل إنسان أن يستخدمه وأن يشارك في إنشائه. لذلك كنت سعيدة جدا أنني كنت من الجنوب العالمي الذي يسمى Global South. فإذا كان لدي إمكانية وصول إلى هذه الخدمات البدائية. أما إذا كان عندكم فكرة ما هي الطريقة التي نحل فيها مثل هذه المشكلات، فسنجد أن السوق الذي يعمل عليه لاعبين عظماء يستطيعون هم أن يقدموا حلول بأسعار مضاهية ويعطون حلول أيضا مجانية. إذن هؤلاء اللاعبين العظماء بالرغم من أن عندهم أفكار رهيبة أو أقصد الشركات الصغيرة، فهم دائما خارج ذلك. إذن الوصول إلى التقنيات المستخدمة في هذا المجال والقطاع العام، سنجد أننا نعمل مع الأطفال مثلا، نحاول أن نعلمهم، نؤمن لهم حياة وبدء في حياة عملية بالمستقبل، ولكن هذه البرامج تفرض على الأطفال بعض الأشياء ولا تفرض عليهم عملية التفكير النقدي. وذلك يجب على الطفل أن يجلس وينظر إلى الشاشة ويتعلم، ولكن لا يستخدم هذا الحاسوب كطريقة للنمو. وإذا استطاع أن يفعل ذلك فهناك منصات مغلقة لا تسمح للشباب بالتطور. إذن علينا أن نبدأ من ذلك، إنها أن نبدأ التعاون مع الأطفال من فترة ابتدائية تجعل هذه الثقافة هي متنوعة، تؤمن لهم خدمات فضلة تستطيع أن تؤمن لهم احتياجاتهم. عفوا، كل منكم لديه دقيقتين، لذلك شكرا على هذه الملاحظة. لاحظت أن
مات شيء مهم وملاحظة. نفس السؤال أوجهه الآن إلى نفس السؤال، تفضل. أعتقد أن التكنولوجيا أصبحت عنصراً هاماً من حياتنا اليومية ومن اقتصادنا، فإذا هل التكنولوجيا التي نستخدمها هي تغطي احتياجات وقيم مجتمعنا وقيمنا الخاصة؟ بالتأكيد فإن الحكومات كجهة تقوم بضبط هذا الشيء، فتقول أن التكنولوجيا هي تعكس قيم مجتمعنا، ولكن علينا أن نتذكر أن مجال التكنولوجيا الجديدة هو كلما أوسع أكثر من، ونتحدث عن زيادة هي حوالي 10% في مجال الاي سي تي، أي ستكون هذا تسارع من 5% إلى 10%، وهو نمو غير مسبوق في التكنولوجيا الحديثة. مهم أيضا أن جميع قطاعات الاقتصاد من زراعة إلى علوم أو تربية، كل هذه القطاعات هي تحت تأثير التكنولوجيا الحديثة. إذن يجب أن نسأل أنفسنا دائما، هل التحولات الرقمية وآليات الذكاء الاصطناعي تجعلنا نشعر مطمئنين باستخدام هذه الخدمات والتقنيات؟ بهذا المجال علينا أن نفكر كيف نجعل ضوابط حكومية تساعدنا في رقابة هذه العملية. وكما قال الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة عندما وضع ذلك في مخططه بالتعاون الرقمي، أنه يجب علينا أن نجد أساليب جديدة وأن نشارك أشخاص أكثر في الإنترنت، وبنفس الوقت أن نحاول التدقيق، ويجب علينا أن نضع الإنسان في مركز هذه التغيرات والتحولات، وأن الوصول إلى الإنترنت هل هو ممكن ماديا، وهل يوجد بنى تحتية لازمة، ما هي المهارات الرقمية التي يحتاجها هذا الإنسان، وما هي برامج الخدمة سواء خدمات صحية أو خدمات مؤهلة. أي يحتاج هذا إلى أطر أوسع، فالحكومات الوطنية يجب أن تنظر إلى هل هذه القضية هي مضبوطة من الناحية المالية، وهل المنظمات غير الحكومية هي مدعومة في هذا المجال. شكرا لك على هذا، سوف أتكلم بالفرنسية. أعتقد السيد أن الاتصال يجب أن يكون مقننا، ولكن هناك نواقص في الاتصال، ويجب أن نعالج هذه المشكلة من الناحية الهيكلية، وهذا عاتق الحكومات. السيدة ريناتا، السيدة تمثل الـ IGF، وأسألك نفس السؤال السيدة ريناتا. السيدة أونريت، عفوا لأن النقاش ما زال قائما حول طرق التحويل الديمقراطي وديمقراطية الوصول إلى الإنترنت.
من حيث إتاحة الأدوات وأيضا هذا العنصر الإبداعي لصغار مستخدم الإنترنت. فالسؤال هو هناك دقيقتان فقط في الحديث، فكيف نستطيع أن نتأكد من عدم ترك الأحد ورانا في هذا التحول الرقمي؟ كيف نجعل هذه الثورة رقمية شمولية ولا تتسبب في النبذ الاجتماعي أو الإقصاء استبعاد أطراف؟ كيف نجعل هذه الأدوات أكثر شمولية؟ كيف نشك الحكومات في هذه العملية؟ شكرا جزيلا. اسمي أوريت ليس ريناتا، وأقول الآتي: نحن غير قادرين على دخول موضوع الشمولية دون مواجهة مشكلة الإقصاء. العالم غير متساو، ويجب أن نقول ذلك بوضوح. هناك عدم المساواة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هناك أمثلة كثيرة على التمييز العنصري والجنسي وعلى خلفيات مختلفة. فنحن لا نستطيع من ليلة إلى ضحاها ردم هذه القوة الرقمية، ويجب أن لا ننسى أن الدور دور صناع القرار والمشرعين وواضعي السياسات هو الإتاحة وليس التحكم. فيجب أن نفكر بهذه الطريقة، نحن نتيح ونمكن ونسهل وليس نراقب ونرصد ونتحكم. إذا تحدثنا عن دارة الإنترنت، شركات الإنترنت الكبرى هي ليس الإنترنت بالكامل، هي لا تتطابق مع هوية الإنترنت. إن إدراج اللوائح القانونية التي من شأنها دعم المنافسة هي لا تتساوى مع التقنين المفرط. ولا ننسى أن الإنترنت هو خيرنا المشترك، ويجب أن ينظر إلى حوكمته بهذه الطريقة. هذا أولا. ثم نستطيع أن نشكل هذه المجموعة العالمية للإنترنت لمواجهة هذا الإقصاء، ولكن قبل كل شيء يجب أن نرتم هذه الهوة اقتصاديا واجتماعيا التي تقع أساسا لهذا الإبعاد والإقصاء. شكرا على هذا التعليق. عندما نتحدث عن اللوائح القانونية فيجب أن نقصد نفس المصطلحات، فعلينا ربما إعادة تعريف بعض المصطلحات وإعادة تعريف الإنترنت. يجب علينا عند البحث مثل هذه المشكلة كيف نحمي هذه البيانات، فتم التأكيد على جانب مهم أن عالمية السوق وخاصة بعد جائحة كوفيد 19، فأردنا أم لا فنحن علينا أن نشارك في والاقتصاد العالمي لا يسمح بأن نتقاسم الوصول بشكل عادل. ما زالت هناك شعوب لديها مشكلة مع الفقر، مع هناك فروق بين الرجال والنساء بالنسبة للتعليم، بالنسبة للوصول الرقمي. إذن هذه الفروق هي عديدة، فكي لا نخسر الوقت أريد أن أعطي الصوت للسيد ويليامز من البنك الدولي. هل تشاطرنا الرأي في بأننا في عصر يجب أن نشاطر الآخرين معلوماتنا و
ثقافتنا. هل تستطيعين أن تتحدثي ببطء لو سمحت وأن لا تبدلي اللغة من جهة إلى أخرى، وخاصة عندما تبدلين اللغة؟ إذن السؤال إلى السيد ماريك ويليامز، هل علينا أن نفكر من جديد؟ سمعت السؤال. نعم، هل نحن بعصر ما بعد العولمة؟ لقد لاحظنا أن الاقتصاد العالمي كانت له حدود أثناء هذه الجائحة، وهناك مسافات غير عادلة في إمكانية الوصول إلى الإنترنت. السؤال موجه إلى البنك الدولي، السيد ويليامز. هذا السؤال الذي يتعلق بعدم المساواة والذي نتج عن من الجائحة، أود أن أتناوله من جانبين. أولا، ما أبرزته لنا الجائحة هو قوة عظيمة للخدمات الرقمية التي أجبرتنا ومكنتنا من ممارسة عملنا واقتصادنا. الجهة الثانية، فهناك ظهرت مساحات من عدم المساواة، وكيف أصبحت الحاجة إلى شمولية الوصول إلى الإنترنت. نحن نرى هذه القضية، قضية الرقمنة، على نظام بيئي متكامل، وعلينا أن ندخل إليه بشكل هوليستي، بحيث أن أسسه كالوصول إلى البنى التحتية، كالوصول إلى الأجهزة الأساسية، وكذلك الوصول إلى الخدمات المتطورة أكثر الرقمية، هو أيضا الوصول إلى أنظمة كIDالرقمي، أو الوصول الآمن إلى منصات الإدارات العامة. أي كل هذه الآليات والخدمات الرقمية والبرمجيات المتواجدة هي مترابطة مع بعضها. شكرا على هذا التعليق. أود أن أسأل بسرعة. السيد جوران يريد أن يعلق. عن فكرة عصر ما بعد العولمة، هل السيد جوران يود أن يقول؟ هل فقط لدي دقيقتين؟ هذه تحدي كبير بالنسبة لي. أريد أن أشكر الحكومة البولندية، على رغم الصعوبات في تنظيم مثل هذه الأحداث، قاموا بنجاح في تنظيم هذا، فأشكر هذه الجهود على تنظيم هذا المنتدى. في الحقيقة أود أن أقارب هذه المسألة من جهة أخرى. يقولون أن الطريق إلى جهنم معبدة بالنوايا الحسنة، وأنا أمثل المجتمع التكنولوجي الذي يقدم خدمات ووصول إلى الإنترنت. خلال 25 سنة عملنا بشكل مكثف لكي يكون الإنترنت متاح للجميع. السادة لا يسمعوننا، نحن لا ترون، لسنا في الخط الأول، ولكن دائما عندما تتصلون بالإنترنت فأنتم تلتقون بنا. فنحن
نعطيكم مزودين لهذه الخدمات، ونحن غير مرئيين، ولذلك لكي يصبح هذا الشيء ممكنا فيجب أن يكون هناك موديل متعدد الجوانب. يجب علينا أن نقدم هذا الإنترنت بدون ضوابط، بدون مراسيم تشريعية وقوانين، بشكل ببساطة نحن نقف وراء أن يكون تقنيا وفنيا هذا الإنترنت شغالا. أما هناك في الفترة الأخيرة هناك قدرات سلبية عديدة وناقدة تتعلق بالإنترنت. عمليا أستطيع القول أنني استيقظت يوما ما في عام 2016 ووعيت إلى قضية تقول أن كل هذه التعليقات الإيجابية تتعلق بالإنترنت تحولت إلى تعليقات سلبية. إذن نتحدث نحن عن البحث عن حلول جديدة تنظم ما هو موجود على المنصات الرقمية، ولكن أنا عندي تخوف بأن مثل هذه الضوابط التي نتكلم عنها اليوم يجب أن تستهدف التفريق بين التزويد بالخدمات الإنترنت من الناحية التقنية والخدمات الرقمية التي تحتاج إلى إيجاد ضوابط تحكمها. إذن في أي دخول إلى أي منصة رقمية فعمليا أنتم تتصلون بحاسوب معين أو بخدمات موجودة في السحابة الافتراضية، أي نستطيع أن نتصور أن هذه السحابة الافتراضية هي مثل الكراج التي تقف والمرآب الذي تقف فيه سيارات. إذن علينا أن نتأكد أن هذا الوسط الذي يعمل بهذا الشكل وهو فعال، فإذا قمنا بإيجاد ضوابط جديدة يجب أن تكون مفيدة للجميع. فالإنترنت هو مثل الديمقراطية، إذا لم نقوم بملاحظاته ومراقبته فلن نستفيد من خدماته الطيبة. شكرا على هذا التعليق على أن الإنترنت مثل الديمقراطية، فإذا لم نكن فيها بشكل فعال فقد نخسره. جميعنا لدينا الهدف أن يكون لدى الجميع دخول إلى ووصول إلى الإنترنت، وما زلنا بعيدين عن هذا المثال. الآن أعطي الصوت لممثل مالطا، أريد أن أسأله. عن هذه التحديات التي نحاول التغلب عليها بمساعدة الضوابط، سأسأل بالفرنسية. ما هي الأسس الجديدة التي تجعل هذه الضوابط لكي نخرج من هذا الحوار بشيء مثمر؟ شكرا. إنني وبمتعة استمعت إلى أقوال المتحدثين الآخرين، وأود القول بأنني ما أردت قوله قد قيل بالفعل من قبل أونريت. فمن الجدير تكرار بعض هذه المحلات، وأنا أمس قلت هذا أثناء جلسة نقاشية أخرى أنني لست بسياسيين أو صاحب المصلحة، فيحق لي أن أقول لا أعلم صراحة كيف نتصدى لهذه التحديات، ولكن سأحاول صياغة إجابتي بطريقة
تساوي الوصول إلى المعرفة والمعلومات والمعلومات الجديدة شيء جوهري ومهم للغاية، ومئة بالمئة أنا وافق أنه يمكن إنجازه، ونحن على عاتقنا تقع هذه المسؤولية المتعلقة بتساوي الوصول إلى الإنترنت والمعرفة، هي نقطة الانطلاق، واللوائح القانونية الجديدة قد تساعدنا في الانتقال نحو الاتجاه الصحيح. نحن نعرف لا نعرف ربما على المستوى الأوروبي كيف نحقق ذلك، كيف نقوم بإدراج هذه الأنظمة في الاتصالات الفائقة الأمان والسلامة، وأقصد تلك الأنظمة أنظمة الاتصالات الداخلة في أنظمة الاتحاد الأوروبي. هذه هناك من يسميه بالحماية الزائدة، ولكن هناك أصوات ناقدة أخرى، ولكن الشركات الأوروبية سيتوجب عليها أن تصبح أكثر إبداعا، وليس لدي وصفة جاهزة لهذه اللوائح القانونية التي لا يجب أن تكون زائدة أو مفرطة، ولكن يجب أن تكون هي مساهمة بطريقة نستفيد منها جميعا. شكرا. يا سميرة، أنا أريد التعليق على ذلك باختصار. أنا أوافق مع ذلك، وفيما يخص الوصول للإنترنت فالمشرعون يمكنون من النشاط للشركات الصغيرة، وهذا ما نشهده في المكسيك والبرازيل، حيث يتم تمكين الوصول المحلي إلى الشبكة والبنية التحتية من أجل رفع الكفاءات الجديدة في مجال الرقمنة. فلا يمكن عدم تقدير دور المؤسسات التشريعية، ولكنها أحيانا أيضا تركز بشكل زائد أو مفرط على بعض على درجة ضبط بعض القوانين. الآن فنمر إلى الاستنتاجات. لماذا تحدثت عن اقتصاد ما بعد ثورة العولمة؟ عندما استمعت إلى أقوالكم فأفكر أن كل دولة لها رؤيتها الخاصة في مستقبل الإنترنت وشكله ونموذجه، ويجب على الإنترنت أن يكون شيئا مفتوحا ومنفتحا على الجميع، ولا يمكن حصره وتخصيصه فقط للأثرياء. وتم الحديث عن المشكلة، وعلى أن المشكلة ليس الوصول إلى المعرفة، ولكن المشكلة تكمن في شيء آخر، وكما قال أندري المشكلة أكثر تعقيدا من ذلك. وذكرتم أيضا أننا في الحاجة إلى نظام جديد لتنظيم الفضاء الإنترنتي. فاستنتاجي أنا، لأن حان الوقت لأن نتوصل إلى الاستنتاجات، فتوصيتي أنا أنه وأثناء حملة التلقيح ضد كوفيد-19 لاحظنا مدى أهمية الثورة الرقمية على المستوى المحلي. أي ثورة رقمية أتاحت لنا الوصول إلى التطعيمات، ولكن من ليس لهم الوصول إلى الإنترنت ليس لهم الوصول الآلي إلى المعلومات حول التطعيمات. فسؤالي الأخير فهو: هل اليوم وبدون تنظيم أو تقنين المجال الرقمي نستطيع أن نتحدث عن التقدم في هذا النمو؟ نحن نلاحظ جميعا أن مدى أهمية دور التكنولوجيا، وندرك مدى أهمية
تكنولوجيا أن تكون أكثر عنصرا أكثر فعالا في شركاتنا. هذا ما فهمناه من جائحة كوفيد 19. أظن أننا نتحدث خلال هذا اللقاء عن صناديق الدعم العامة وعملية الحصول على دعم من هذه الصناديق للنساء مثلا اللواتي يعملن في الأماكن المحلية، فهذا سيكون مساعد على أن نطور هذا الشيء، وهو أيضا بالنسبة لمزودي البرامج التثقيفية أيضا الرقمية، وعلينا أن نساعد لأن هذا الأداء أن تفعل بشيء. بالنسبة للسيد، ما هي هذه الابتكارية؟ تحدثنا عن الثورة الرقمية التي تحدث في العالم، تحفزها الضوابط، ومن بعد الاستثناءات هنا هي ما ذكره السيد جوران، أي قضية البنى التحتية للشركات، شركات الاتصال وشركات الرقمية التي يجب أن تكون مضبوطة بشكل أكثر. علينا إذن أن نسمح بأن تكون هذه الضوابط تسمح بتطور. إذن نتحدث عن ضوابط للسوق، وهي التي بحيث لا تعرقل تطور العلمي والابتكارية. كما قالت السيدة أونريت، هناك أدوات تستخدمها الحكومات والسلطات المحلية التي بأن يكون منخرطة في هذا الشيء. السيد فرانك، كيف ترى أن هل على الحكومات أن تنخرط في عملية ضبط استخدام الإنترنت؟ أعتقد أنه من المهم أن يكون عملية إدارة الإنترنت هي قضية متعددة الجهات، أن يكون ليس فقط بالنسبة للسلطات المحلية أو الرسمية. إذن هناك السوق الخاص أو الجهات الخاصة هي والشركات هي التي أيضا تتحكم في هذا السوق، فمن المهم أن يلتقي كما لقاؤنا الآن هو منتدى الحوكمة الإنترنت، يجب أن تجتمع جهات من القطاع الخاص، من المنظمات غير الحكومية، من الحكومات، لكي تتعاون جميعا، لأننا جميعا نحن نقرر كيف تكون هذه البنية والهيكلية. إذن دور القطاع الخاص هي مهمة جدا. يجب أن نتذكر أن عملية الشراكة بين القطاعين هي من الموديلات التي تعتبر رائدة في هذا المجال. هل ممكن؟ أود أن أسمع السؤال مرة ثانية، لا أدري بالضبط ماذا يقصد. السيد فرانك قال أن من المهم أن يكون هناك تعاون وانخراط للقطاع العام في السوق الرقمي. ما هي رؤيتك أنت حول ضوابط الإنترنت؟ أعتقد أنه علينا في هذا المجال أن نبحث جيدا كيف يعمل الإنترنت. فلنتخيل أن أوروبا أن هناك امرأة تحصل على اقتراح أن تقوم بشركة إنترنت، لأن الأوروبيين متعودون على ذلك. فمثلا هذه البنية التحتية هي متصلة بالبنية
التحتية العالمية، فإذا هناك لا توجد حدود، فالشخص الفقير والشخص الغني عليه أن يملك نفس الوصول إلى الإنترنت. فإذا إذا تحدثنا عن الضوابط يجب أن تكون تقصد تخص النصوص والمحتوى، أي عدم دعوة الدعوة إلى الكراهية وما إلى ذلك، لأنها مهمة هذه، ولكن لا نستطيع أن نجد ضوابط للأسس الرئيسية التي يعمل عليها الإنترنت، مثل آليات الوصول إلى الإنترنت بين الناس. إذن هنا ستكون مثل هذه الضوابط أبعد مما نتوخاه. إذن من الناحية التقنية يجب أن يكون هذا الوصول للجميع ومتاح، أما فيما بعد علينا أن نحمي هذه الجنابب. ونجد أن هناك طاقات كبيرة تخص ضبط عمل الإنترنت، وعندما نجد أن من الناحية التقنية الإنترنت يفعل فعله، وخاصة اللغة التي يستخدمها. أما بالنسبة ما هو مهم، فإذا المقاربة متعددة الوجوه، أي يجب أن يكون هذا الانخراط من عدة جهات لكي يكون هذا الإنترنت آمناً ويكون يعبر عن تعاون مشترك، أن يكون متوازن، وفقط بهذه الشكل نستطيع الوصول إلى النجاح. شكرا جزيلا. أعتقد أنه الآن أعطي الصوت لضيوفنا المتواجدين في كاتوفيتسا، لذلك لا نستطيع أن نتحدث عن الديمقراطية بدون إنترنت، ولا يمكننا أن نتحدث عن السوق العالمي بدون إنترنت، لأن الإنترنت هو سننهي مع السيدة أورينت ما هو الطراز الإدارة التي ترينه مناسبا، ما هو هذا النوع من الإدارة التي نريد إدراجها إذا كنا نتحدث عن التعاون بين القطاعين الخاص والعام، عندما نتذكر عن قيمة ودور الإنترنت في اقتصادنا، أي أو ما هي أن نعيد تعريف الاتفاق المجتمعي حول هذا الموضوع في من سياسيين ومن مستثمرين ومشاركين ومشغلين لكي يصبح أكثر شمولية. كيف نسهل الوصول إلى التقنيات الحديثة كي لا تكون حكرا على الدول الغنية أو على الأغنياء فقط؟ من هي الشركات التي تقرر ذلك على هذا النوع من الديمقراطية؟ فكيف نستطيع أن نفعل أن يكون ذلك ديمقراطيا إذا كنا نقسم الناس إلى فقراء وأغنياء؟ أظن أنه من الأهمية بمكان أن ندرك ونتابع هذا النهج الشمولي في إدارة الإنترنت، وأيضا حقوق الإنسان هي مهمة جدا كجانب من جوانب مقاربتنا نحو اللوائح القانونية. يجب أن نتعلم على أساس القوانين الموجودة، ولا نستطيع أن نقول بأن لدينا حلول جاهزة باليد، فيجب أن نحلل الحلول المتاحة الآن بوضوح. وهي القمة الرقمية منصة ممتازة لتبادل الآراء وإسماع صوتنا كأصحاب المصلحة، وربما أيضا التأثير في تشكيل هذه القوانين.
للأسف الوقت انتهى ويرجى منا أن نغادر هذه اللقاء. فربما آخر تعليق على ما قاله جون، القوانين المحلية أحيانا قد تؤرق العمل الإنترنت وتشغيله بشكل متجانس ومنصف في كل الأسواق، ولكن عدم وجود اللوائح القانونية أيضا قد يكون مضرا، لأن بعض المنصات قد تكبر وتهيمن على السوق ولا يمكن إزالتها منها. فيجب أن نأتي بحل ذهبي وسط من أجل إشراك وزيادة منافسة اللاعبين الصغار والمتوسطين في هذا الصدد. فمن الأهمية ما كان أن يكون لكل مصلحة أو كل طرف حق المشاركة في هذه العملية مهما كانوا منظمات أو شركات. هذا يتطلب إلى مجموعة معينة من القوانين، ولكن لا أقصد هنا القوانين المفرطة أو الزائدة عن الحاجة. شكرا للمشاركين في هذه الجلسة. لدينا دقيقة واحدة لنهاية هذا النقاش. أنا آسفة إن كان حديثي باللغة الفرنسية قد كانت تدخلات وعرقلت سلاسة سير هذه الجلسة. فأيضا الأطر القانونية الزائدة عن الحاجة شيء مضر، ولكن عدم وجودها أيضا شيء لا يفيدنا. فأتمنى أن مستقبل الإنترنت نستفيد منه ويصبح هذا العالم أكثر إنصافا وشموليا، ولكي نعيش جميعا في ديمقراطية أوسع. أشكر أنا لجميع المشاركين في هذه الجلسة، أشكرهم وأشكركم على المشاركة، وأتمنى لكم مباحثات مثمرة.